هوية بريس نحو إعلام هادف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا السؤال على بعض الزوجات اللي كيلزموا الأزواج ديالهم بشراء الأضحية، كيف ما كان الثمن وكيف ما كانت الظروف يعني المادية ديال ذاك الزوج. هنا كنقولوا كنقدموا بعدا واحد النصيحة للأخوات ديالنا، الأبنات ديالنا، الأمهات ديالنا، أنهم يعني ما يرهقوش الجيوب ديال الأزواج ديالهم، ماشي غير في هذه القضية ديال العيد ولكن في جميع الأحوال، لأن تنسمعوا بعض الحالات في بعض البيوت أن وقع الطلاق بسبب يعني كثرة الشروط وكثرة المطالبات وكثرة يعني الأمور المادية، كتولي الأمور المادية كتسيطر على الحياة الزوجية حتى كيوصلوا الناس لأبواب المحاكم بسبب يعني تلك الشروط وتلك التكاليف، أو حتى نسأل الله السلامة والعافية أن المرأة تؤدي بزوجها إلى أنه يأخذ الرشوة ولا يأخذ المال الحرام أو لا. وكاين لسان الحال ديال بعض النساء، الله يوفقنا وإياهم للخير والله يهدينا وإياهم ويوفقنا باش نلتزموا بشرع الله تعالى، كأن لسان الحال ديالها كتقول للزوج ديالها غير جيب لي وما يهمنيش أنا يكون حلال ولا حرام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحم الذي من نبت من الحرام فالنار أولى به. أختي المسلمة، أختي في الله، أرجوك أرجوك لا ترهقي زوجك ولا تؤدي بزوجك إلى أن يأكل حراما أو يأخذ مالا حراما. فلذلك في هذه المسألة بالخصوص ديال العيد، خصنا احنا والنساء ديالنا والأخوات ديالنا والبنات ديالنا وولادنا نربيهم على أن الأمر مبني على التيسير. ما غاديش ننساقوا حنايا من مر الأجواء العامة ديال الناس، واش حال الحولي ديالكم انتوما، واش الحولي ديالنا كبر من الحولي ديالكم، والحولي ديالنا عندنا القرون دايرين جوج دورات والحولي ديالكم انتوما ما عنده حتى شي دوره. لا، واش هذه المنافسه ماشي بهذا الشكل اللي باغي ان تكون منافسه. ارى لي المنافسه في الاعمال الصالحه، ارى لي المنافسه يعني في الصيام، ارى لي المنافسه في القيام ديال الليل، ارى لي المنافسه في حفظ القران. اما نبداو نتنافسوا حنايا يعني في الحولي ونرهقوا الجيوب ديال 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 الازواج ديالنا وديال التكاليف الباهظه اللي غادي تجعل هذا الانسان يقترض ولا يمشي يجيب الدين ديال الربا ولا يمشي يسرق ولا يمشي. ولذلك نسال الله السلامه والعافيه، كنلاحظوا بزاف ديال الظواهر كتكثر في هذا العيد الكبير، تتكثر السرقه في العيد الكبير، كيكثروا الحوادث في العيد الكبير، كيكثروا بزاف ديال الامور المشاكل في العيد الكبير، بزاف ديال الحالات ديال الطلاق في العيد الكبير. علاش؟ لان الناس ما خداوش الامر بالبساطه، يعني الامر يعني اللي امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالى اراد بنا اليسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. فلذلك ينبغي ان لا نكلف أنفسنا ولا نكلف جيوبنا ولا نرهق أنفسنا بما لا طاقة لنا به. ونزيد نأكد على الأخوات ديالي والبنات ديالي أنهم يعني ما يرهقوش الأزواج ديالهم وما يكلفوش الأزواج ديالهم أكثر من الطاقة ديالهم. الهدف هو تقبل لنا هذه الأضحية، راه ولو تكون أضحية صغيرة وتقبل وترفع عند الله تعالى، خير من أننا ندير واحد الأضحية كبيرة قداش وفيها الديون وفيها المشاكل وفيها التراكمات وفيها مشاكل، أو لما نضحيوش كاع إلى ما استطعنا شيء وما نأديوش براسنا نوصلوا الأبواب ديال الطلاق ولا نوصلوا الأبواب ديال المشاكل ولا نوصلوا الأبواب ديال الأمور اللي كتغضب الله تعالى. فهذا لا يرتضيه الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. هوية بريس نحو إعلام هادف.